هي الجزائر التي تعي الدرس وتعرف معنى الربيع للخريف. أسماء يمكن وضعهم في خانة العملاء والخونة، وظفوا لتصدير هاجس الغرب إلى الجزائر وتصدير سيناريو مزيف من هنا إلى هنا. العربي زيطوط يلم الشباب ويبث في عقولهم سموما ويوهمهم بأولوية الحراك الشبابي. أي حراك يا من فر وسعى للظفر بالجنسيات الأوروبية مستعينا بمنظمات متفسخة من الماسونية المنغمسة في الصهيونية ليزرع في عقول الشباب البريئة أفكارا خبيثة. مراد دهينة ورقة أخرى من أوراق كانفاس وأوتبورغ وذراع من أذرع صروس. مراد دهينة الذي درس في الجامعات الجزائرية ودرس فيها يريد اليوم أن يرد خير الجزائر بإشاع الفوضى وسط الشارع الجزائري بمعية العرب زيطوط ومنال منصوري وبعض الأسماء الأخرى. لكن الشرفاء من أبناء الجزائر يصفونه بالخائن والناكر للخير. منار منصوري واحدة من الذين باعوا الشرفة واتبعوا الإملاءات من الخونة والعملاء لتصبح عميلة من الدرجة الأولى تعمل لصالح منظمات جرثومية في إنتاج وباء الخريف والثورات. استفادت من حق اللجوء السياسي في مصر لتصبح بوقا من أبواق التابعين للصهاينة والغرب. تدافع عن الحرية والديمقراطية المزيفة وهي من فرت عن أهلها وباعت وطنها ودينها. تستغلهم بعض القنوات الأجنبية العميلة من أجل تصديع الأوطان العربية وإنشاء بذور صراع تشتتها مثلما صنع بليبيا ومصر وتونس واليمن وكاد أن يصنع في الجزائر في موجة موجهة من طرف الكائدين على الجزائر والحاقدين عليها فقط لأن الجزائر لا تقبل التطبيع ولا تعترف بالخريف العربي قاتل الشعوب ومحطم الحضارات. المجموعات المتآلفة، وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في خمسة ستة من الناس يعرفهم يشرح لهم يفهمهم باللي ها وكيفاش احنا حابين نديروا الثورة نديروا التغيير ها علاش حابين نديروا التغيير ونحاولوا نقنعوهم بالفكرة خلاص مقتنعين مثلا خلاص دار مجموعة انت وهم مقتنعين بالثورة. كل واحد منا اللي يعرف مجموعة اللي يثق فيهم لازم يكون يثق فيهم ثقة كبيرة مش أي مجموعة يتفق معهم يقول باللي احنا نديروا مجموعة تساهم في الثورة وتتفقوا الخطوات مثلا هذه الأسئلة اللي رانا يعني نقول لهم لكم أنا أنتم تفورموا واحد آخرين ماذا بينا مثلا أنتم راكم تتفورموا معايا أنا يا في النقاش ومن بعد أنتم تبدأوا تفورموا ناس واحد آخرين منارة تسمعي فينا؟ طيب فالمجموعات المتآلفة كما قلت أنا نسمع فيكم نعم طيب المجموعات المتآلفة هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها يعرفوا بعضها من الصغر قرأوا مع بعضهم جيران كانوا جيران واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طاليان الآن بصح يعرفوا بعضهم ليه هذو يديروا مجموعة ويبدأوا هما يريكريتوا مجموعات أخرى صالح يدير مجموعة المجموعة هذه فيها خمسة بعد هذوك الخمسة ماذا بين كل واحد يجيب خمسة ولا ستة نتاعه هو يولي هو مسؤول مع عليهم بالصح صالح ما يعرفش هاد الخمسة اللي راهم مع نقولوا مع كريم ما يعرفهمش يعني كريم فقط ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن ولا بالأغلبية أنا عندي علاقات في القنوات الحمد لله الآن 16 سنة على نظام في هذا المجال بنيت شبكة واسعة من العلاقات مع الصحفيين سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية أو حتى المسموعة وكما قلنا في الشغل الميداني كان مجموعة شروط ومجموعة أشياء لازم تترتب خذوا راحتكم كلمة 8 مايو جيدة معناها فيه وقت مازال أكثر من شهر في هذا في أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم لو كان تقدروا توصلوا أن تكون ثلاثة أربع مجموعات في حوالي 20 ولاية ثلاثة أربع مجموعات صحيحة حقيقية مشي تاع هف ولا تاع كلام وهذوك المجموعات عندهم عناصر
لان لابد الناس الجزائريين يخرجوا يخرجوا في كافه الولايات او في اغلبيه الولايات في نفس الوقت. وخويا العربي تسمع كما قلت منار اسمح لي اخويا. بالنسبه للانترنت الانترنت نعم الانترنت تسمى قادرين كما نقولوا كي نبداو المظاهرات بالنسبه للانترنت نعم بالنسبه للانترنت كاين اولا لازم يوجد عندنا ناس في الحدود من جهه المغرب ومن جهه تونس لازم يشكلوا مجموعات مثلا انتم قرى صالحه او في عنان هذه عليا هذه عليا بالحدود تاع تلمسان الحدود تاع تبسا عليا الله يبارك هذه عندي ناس ان شاء الله الله يبارك ناس تعتيقي نتعامل معهم ولا نعرفهم ناس لاباس هذه ممتازه لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يذبحوا الاشياء زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الى نوفروا بعض تليفونات ساتيليت اللي هما اللي يسموهم ثوريه باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على ريزو الجيريا لان ريزو الجيريا حيكون طبعا تحت الحراسه هو دائما تحت الحراسه ولذلك انتم حاولوا دائما تتكلموا بسكايب لان سكايب ما قدرش يسمعوه بالمناسبه سكايب راهم يسمعوه فقط الامريكيين عندما يعطيهم القاضي قرار بالسماع المخابرات الامريكيه تقدر تسمع ما عدا هذول ما يقدرش يسمعوا حتى واحد طبعا تليفون ساتيليت غالي والمكالمه نتاعو اعتقد انها غاليه لكن يبقى في عند ناس اللي هما انتم حاولوا توفروا عندكم من الجزائر اذا كان الناس اللي يقدروا يتبرعوا بالمبالغ هذه باش يشتروا تليفونات طبعا انا اذا استطعت نوصلكم تليفون ولا اثنين ولا ثلاثه سافعل يعني بالرغم ان هذا صعب جدا يعني لعده قضايا المهم مليح يكونوا كاينين هذو التليفونات تاع الساتيليت ومليح يكون عندكم علاقات مع الحدود باش ترسلوا عن طريق الريزو تونيزيان ولا الريزو مغربي ومليح ايضا انه هما مش حيقطعوا كاع الانترنت ما يقدروش خاصه في العاصمه يعني العاصمه فيها السفارات وفيها كذا فلازم تكون عندكم مجموعه داخل العاصمه مثلا في منطقه حيدرا في منطقه ليبيا في منطقه بن عكنون لان هذيك المناطق ما يقدرش يقطعوا عليها فيها السفارات والسفارات تحتاج بشده لما يكون قطع الانترنت فانتم تكون عندكم مجموعه داخل وسط العاصمه اللي تقدر تبعث الاشياء ايضا في قضية اخوي العربي التليفونات كما نقولوا ساتيليت نقدروا نبعثوا بهم لفيديو اعتقد انك تقدروا ولكن هذه يقدروا لان انا لي في مصر وكانوا يبعثوا من كان ثم وصلوا شويه منهم وكانوا يبعثوا منهم بصح حنا دوكا احنا جايين في اللجان الميدانيه قلنا كل لجنه ولائيه بدي كاف كل واحد يتبرع اللي يقدر يا سيدي ما عندهاش يتبرع غير بان دينار بها هذه باش يساهموا في تحركاتهم لان مثلا احنا في الولايه ما يتحركوش غير برك في وسط الولايه او في قلب الولايه امام الدوائر راهم يروحوا يتحركوا باش يوفروا لنفسهم المواصلات باش المرحله الجايه ان شاء الله يديروا اللافتات والشعارات ومن طوب مليح كي ترى قلتنا باش نشوفوا كيفاش نشريوا البورتابل تاع توريا ونوفروهم ان شاء الله هذا مهم جدا المهم جدا انه لو كان نقدر نوصله اللي يقدر يوصل البورتابل هناك ويبعثوا الانسان ثقه يكون مهم جدا 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 انا من جهتي يا اخوي العربي عندي خالتي ثقه في فرنسا لكن الاهم شغل والشغل الميداني والشغل الاعلامي هذول هما اهم شيء كشفت المؤامره الخارجيه واتضحت اللعبه الغربيه في الاوطان العربيه الاسلاميه أسقط الستار وتمزقت شباك الاصطياد في المياه العكرة والخونة والجبناء لا يمثلون إلا أنفسهم التي قيدوها بأسعار كسلعة تباع وتشترى الحمد لله للأيادي النظيفة والحمد لله للجزائر العفيفة ولن يفلح بائع الذمم في نشر الفوضى